نوع تاني من انواع الفلو سنسورز بنسميه الهوت واير انيمومتر. انيمومتر بيسكلي ككلمه هو موجود عندنا في ابلكيشنز اخرى، وهو بيتكلم على سرعه الرياح مثلا، يعني الاجهزه اللي بتقيس سرعه الرياح بنسميها انيمومتر. فهي فعليا هي بنتكلم فيها على قياس سرعه الفلو هنا، وطبعا بمعلومات الدايمنشنز نقدر نحدد الفلو ريت بيساوي كام. فالفكره فيها بمنتهى البساطه، بيبقى في عندي ريزيستيف اليمنت هنا، حاجه زي واير كده ولو ريزيستنس. طبعا لما يكون في عندنا الواير دوت ماشي فيه كارنت، بنمشي فيه كارنت، فبيطلع عندنا فيه باور عباره عن اي سكوير ار. زي ما احنا عارفين الاي سكوير ار دي ملهاش طريق تطلع غير ان هي تسخن الواير نفسه، زي الهيتر، زي الهيتنج اليمنتس الموجوده عندنا في اي هيتر. فبالتالي بيحصل ان بيبقى فيه درجه حراره بتزيد في الواير دوت، والريزيستنس بتاعته بتتغير نتيجه لكده، لان احنا عندنا طبعا الريزيستنس عامه بتتغير مع درجه الحراره باكويشن لينير بالشكل ده كده، يعني الريزيستنس بتعتمد على درجه الحراره بالشكل ده. فالفكره هنا ان انا لما يكون في عندي كولد جاس، لما يكون في عندي الهواء ماشي في الانبوب دوت، الهواء دوت هيبرد شويه الوارم واير دوت او الهوت واير دوت. بمعنى درجة الحرارة هنا مش بس هتعتمد على الكرنت اللي انا ماشيه، لا هتعتمد كمان على الفلو ريت اللي ماشي عندي. كل ما الفلو ريت كان اعلى، كل ما ده درجة حرارته كانت اقل من درجة حرارة متوقعة من الايكويشن. فبالتالي اللي بيحصل هنا ان احنا بيسكلي يعني اول حاجة بنحط ريزيستيف واير في الفلو باث ونسخنه باستعمال الكتريك كرنت، وبالتالي الريزيستنس هتزيد بشكل لينير مع التمبرتشر. لما بيحصل فيه فلو، الفلو ده بيعمل كولينج داون للواير، يعني بيبرد الواير، وبالتالي بيغير الريزيستنس. وبالتالي لو انا قست الريزيستنس الموجود عندي هنا بمعلوميه الكرنت، ببقى عارف الحراره بتاعته المفروض تكون كام، وبالتالي الريزيستنس المفروض تكون كام. لما الفلو ريت بيبرد درجه حراره الريزيستنس، بالتالي بقدر اقيس الريدكشن في درجه الحراره، وبالتالي بقدر اقيس التغير في الريزيستنس دوت، بقدر اعمل له ريليشن للفلو ريت ده بيساوي كام. وبالتالي ممكن ان احنا باستعمال الريزيستنس تشينج بنقدر نميجر ونستيميت الفلو ريت. طبعا يعني في عندنا اجهزه موجوده بالشكل ده كده، يعني سنسور الفلو بتاع دريجر مثلا مستعمل نفس التكنيك دوت. هو بيبقى فيري فاست وفيري اكيوريت، والحقيقه دايركشن انسنسيتيف برضه، يعني بمعنى ان هو ما هواش يعني يفرق معاه الدايركشن، يعني برضه ممكن يقيس باي دايركشنال فلو. في بعض الاحيان زي ما بقول لكم ممكن يستعمل السنسور دوت في انسبيراتوري ليمب، يبقى في الحاله دي هو يبقى دايركشن بيبقى واحد طول الوقت. لو استعملناها في الاكسبيراتوري ليمب بيبقى الدايركشن واحد. لو استعملناها في الماوث بيس، يعني نير الماوث بيس بعد الجويننج بتاع الانسبيراتوري اكسبيراتوري ليمبس، بيبقى في عندنا الفلو بيبقى داخل وخارج من البيشنت، فممكن ساعتها يستعمل ك يعني بيسكلي كدايركشنال سنسور. بس عامه بنتكلم على السنسور ده الحقيقه مستعمل كتير، والفكره بتاعته في منتهى البساطه وكلها الكتريكال، بتعتمد ان انا بقيس التغير في الريزيستنس بتاعت هوت واير، والهوت واير ده عباره عن ريزيستنس بنسخنها بكرنت، والتغير ده بيبقى له علاقه مباشره بالفلوريت.